طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين مبسوطين؟ وش مسوين؟ والله معليش على السحباب، يعني الأمانة والله ما لقيت وقت، والله علي ضغط كبير كبير مرة، لكن مع ذلك والله أنزل لكم، والله ما أسحب عليكم. الزبدة يا عيال، في ناس سألوني يعني ليش نزلت ماونتن بليد في اليومين هذه. ماونتن بليد جدا خرافية، أنا للأمانة ما قد لعبتها يعني من زمان اللعبة، يعني حرام انها ما مرت علي. طبعا ماونت بليد قسم بالله انا اطلق من تيلا، قسم بالله انا اطلق يعني من الالعاب الاستراتيجية كلها. انا متأكد ان اغلبكم يكرهها عشان الجرافيكس بس، لكن اللعبة جدا خرافية. يعني يكفي انك تدخل تحارب مع الجيش وتاخذ تلبس اي لبس تبي، تشتري ان شاء الله طيارة تباتشي عادي تحارب عليها، فهذا شيء فلة يعني، افضل من تيلا. تيلا اعطوك جرافيكس خرافي، اعطوك اصوات، اعطوك دول عربيه، لكن بالعربي ما تقدر تخش، ما تقدر تتحكم في شخصيتك، او هنا تبني شخصيتك، هنا تبدا من الصفر، تبي تصير حرامي، تبي تصير اي شيء. حتى فتيله يعني ما يمديك تنهب، ما يمديك تسوي شيء، هنا حريه يا ابوي، اي شيء اطنخ بس. طبعا عيبها الجرافيكس، لكن ان شاء الله الاصدار الجديد من ماونت بليد بيكون جدا فخم. اخر شيء الزبده، الحاجه اللي بقولها لكم، انا نزلت حلقه اللي هي عصابه الخوال. طبعا الفكرة انه نسوي عصابة ونسرق وتشليح ونهب يا حبيبي، وسرق وفلة وطيطي وزي زي كذا. امس نزلت الحلقة الثانية من تكملة المقطع، وقلت لكم ما في مشكلة بننزل، قلت بسوي عصابة يعني بداية تكوين العصابة اللي سميت عنوان الحلقة عصابة النشالين، او تكوين عصابة نشالين او شي زي كذا. طبعا المقطعين اللي نزلتها كلها في المود النورمال، المود الطبيعي، يعني مود ابو كلب بالعربي. الزبده انه في ناس راح اطلع كومنتاتهم الحين، يعني يعطيهم العافيه، شكرا لهم، هم الوحيدين اللي يعني كان رايهم سليم جدا 100%. يعني قالوا ابو عمير فكرتك حلوه واستمر على الشيء اللي تبيه، لكن حاول تغيرنا مود النورمال، المود الطبيعي، يعني جيب لنا مود ثاني يعني، وسوي اللي تبي فيه، يعني بيكون افضل، وبيكون الناس ما بعد شافوه، بيكون شيء خرافي، افضل من المود الطبيعي مليون مره يعني. قلت والله فكرة حلوة، يعني صراحة فكرة حلوة، وقلت ما في أي مشكلة. طبعا المود هذا اللي تشوفونه قدامكم الحين اسمه نوفا ايتاس، أو ايتاس، ايه ايتاس، نوفا ايتاس، مود جدا فخم يا حبيبي. تبي دول، تبي دروع، تبي خيول، كل شيء فيه، يعني جمع لك كل حاجة. المود هذا ما لقيته إلا أمس، يعني بعد ما سجلت الحلقتين. طبعا الحلقة اللي أمس عصابة النشالين حذفتها، الحلقة الأولى نزلناها وقلت لكم يعني كأنها كذا تريلر أو شيء زي كذا، لكن البداية الحقيقية بتكون من المقطع هذا. المقطع هذا بتكون بداية جدا حقيقية، يعني هذه بداية السلسلة الحين. طبعا المود هذا خلينا نقول نسميه الحروب الصليبية، تقريبا هو كذا اسم المود، الحروب الصليبية، يعني لأن فيه أكثر من 13 دولة موجودة، 13 إمبراطورية موجودة في المود هذا، وتقريبا 90% منهم مسيحيين، ومع ذلك المسلمين ما في الا دولة واحدة اللي هم السورانايد او شيء زي كذا، اللي هم مسلمين فقط يعني. يعني هو هذه طور القصة، يعني حروب الصليبية على قولتهم. فاحنا وش بنسوي؟ احنا اكيد بنوقف صف ربعنا، بنوقف صف المسلمين، بنسوي لنا جيش قوي، بنحاول ندعس، لكن انا ما راح اخش مع المسلمين انفسهم، لا، راح ابني لي جيش مستقل بالحالة، راح ابني لي دولة مستقلة بالحالها، وراح يعني احاول اني احارب مع احسن علاقتي مع المسلمين، واغزي الدول الثانية، افرض رايي عليهم بالقوة يعني. هذه طور السلسلة، يعني اتمنى انكم تنبسطون فيها، اتمنى انكم يعني تدعمون السلسلة، وما تقصرون باللايكات والنشر، وتشتركون بالقناة. الحين خلونا نبدأ على بركة الله، بسم الله على بركة الله. طبعا انا بحاول اخلص كل شيء بسرعة عشان ما يعني اضيع وقت كثير في المقاطع. طبعا انا عارف الاشياء دي كلها الردي، يعني فترة ما يحتاج انكم يقولون ابو عمير فات كلاس سو كذا، لا ارجع سو كذا، كلها اعرفها يعني. فانا اخترت خيارات هذه عشان يعطوني دولة، عشان اختار علم، يعني لو اخترت خيارات ثانية ما راح يعطوني علم. طبعا الاعلام نوعا ما ابو كلب، الامانة الامانة الاعلام ابو كلب، من امس وانا متردد، يعني من امس وانا احاول ادور علم زي العالم والناس ماني لاقي، بس اللي والله اني متردد يا عيال الامانه. والله ما زلت تعبان، وما زلت مزكم، وما زلت يعني صوتي، اعوذ بالله. ليش الزكمه يا اخي؟ ابي اتكلم ماني قادر، مزكم
والله خشي بتسكر كله يا اخي، ايش القرف هذا؟ والله كحة وحمى وجالس العب ماونت بليد، يلعن ام الجو والله خايس. الزبدة هذه الاعلام زي ما تشوفون، هذه الاعلام قدامكم، هذه الاعلام قدامكم، وانا لما انا متردد يعني، انا ما ادري وش العلم الزين اللي يعجبني صراحة. المسلمين ما فيهم الا اعلامهم يعني جدا فاشلة نوعا ما، ما في اعلام كويسة يعني، ما اعطوك اعلام كويسة، تقريبا كلها اعلام ابو كلب، كلها اعلام ابو كلبية بالعربية. فهذه الاعلام كلها اعلام صليبية يعني، كلها صليب، فيها صليب، فيها صليب، كلها يعني اعلام ما لها اي دخل في الاسلام. طبعا اللوجو هذا جدا خرافي اللي تشوفونه هذا، هذا اول مرة اشوفه، ما ادري تحديثه ولا. اللوجو هذا جدا خرافي، مو ذا الكلب عزكم الله، لا ما احنا حاطينه. ف والله مشكلة، هذا علم قطر ذا ولا وش وضعه؟ العلم هذا جدا خرافي، ولكنه مسيحي. لا احنا نبغى شيء ذا دلالة اسلامية، لكن للأسف ما في شيء ذا دلالة اسلامية. فيه الهلال هذا بس، انه نوعا ما ابو كلب، نوعا ما ابو كلب. فوالله اني ما ادري، والله اني ما ادري. انا الحين راح دقيقتين رد دقيق على العلم الخايس هذا، يا اخي تبا لكم يا هو، والله العظيم. العلم هذا، ناخذ العلم هذا يا عيال، ناخذ هذا او هذا، هذا هذا هذا، هذا. والله متلخبط، والله متلخبط، اعلام كلها معوقة يا ولد. اعلام ابو كلب، اعلام ابو كلب، ولا في يا هو علم زين، ولا في علم يفتح النفس، وش العلم؟ ما في الا العلم هذا نوعا ما. راح اخذ هذا، راح اخذ هذا، راح اخذ هذا. هذا العلم كويس جدا معجبني، وهذا جدا معجبني، لانه لا يمت يعني، لا يمت للمسلمين بالصلاة، ولا يمت للاجانب يعني، علم عادي. هذا علم ما فيه، هذا العلم برضو يعني يرمز للمسيحيين او الديانات الثانية يعني بالعربي. الخيل برضو يرمز للمسلمين، هذا ما ادري وش علم داعش، ما ادري وش وضعه. فالديك، لا الديك ما يرمز للمسلمين، الديك يا حبيبي اذا بتحط رمز لهم حط الخيل العربي الاصيل، لو يحط صورة صقر، سيف، صورة دبابة، مش اللي حط لي ديك حيوانات، حتى سرطان بحر والله ما عاد الله، ما احط صورة ضب بعد ما عاد الله. طبعا خلاص راح ناخذ العلم هذا، انا اشوف انه علم محايد وعلم جدا جدا قوي. طبعا نعطيه درو، باور درو، سيرجري جدا مهم، ارشر كذا وضعنا يا ابوي في السمتي، ونكتب سعودي، سعودي برو، سعودي برو يا صديقي، انا فرت سعودي برو، وش التكليج ده؟ طبعا كذا بدينا، راح 8 دقايق علي. وهذا اوه، هذا بالشخصية اللي قبل شوي، تكفى رجعها لي. ايوه هذا والله، يلا يا اخي، وجه بشوش يفتح النفس، والله وجه يفتح النفس، والله العظيم فيه اعوذ بالله، وجيه تجيب الهم يا رجال. طبعا في الديانات، في الكريستيانيه، المسيحيه، الاسلام، الجوديزم، اليهوديه، الفنجاليزم اللي هي الاوثان، هنا هنا تنجنيس، تنجريزم اللي هم يعني يعبدون لهم آلهة زي الهندوس او شيء زي كذا، هذه اثيزم، ملحدين يعني عزكم الله والعياذ بالله. ناخذ الاسلام يا ابوي، احنا مسلمين يا هو، ربق المنقى يا ابوي، الله مسلمين، شنو هايدا يا نفرات. المهم يا جماعة الخير، بدأنا الحين الاكشن، الحين بحاول اسوي لي جيش. طبعا انا في الشمال هنا، بحاول اسوي لي جيش، وبحاول يعني اضبط لي جيش قوي مرة يعني بالعربي، ابغى لي جيش قوي مرة، يبي لي جيش قوي مرة. طبعا نبدأ الزبدة باك يا عيال، رجعنا لكم بعد ما سوينا جنود، وبعد ما رحت سويت ريكورد وجمعت الجنود من كل الاماكن اللي موجودة في الماب. طبعا في ناس بيقول ليه ابو عمير، ليه وما ليه. طبعا والله العظيم يعني انا سجلت مقطع، تخيلوا كنت اسجل يعني، وش هذا هير.
برستيج. وش اللي صار هنا؟ الزبده تخيلوا يا عيال، يعني كل الوقت يقول لك كريد كريد فارم، نسوي مزرعه. الزبده يا عيال اني ابطيت، يعني ابطيت الامانه، وانا اجمع جنود، يعني اخذ فوق الساعه تقريبا، ومع ذلك زود على الناس اللي يهجمون علي. الزبده على بال ما ظبطت الجنود اخذت فوق ساعه، فقلت حرام يا اخي، حرام اني انزل، حرام اني اجلس انزل حلقه فاضيه على الفاضي كذا. طبعا هي ما اني عشان اجمع جنود ما تعتبر بدايه، وما ما راح شيء يعني، بالعربي بالعكس ما سويت انا اي شيء يعني حاجه كويسه. لكن الحين خلاص، الحين نبدا رسميا، الحين عندنا، صار عندنا جيش جدا قوي زي ما تشوفون، جيش حتى مدرب، واخذت الاثنين، اخذتهم من قلعه، وصار عندنا ارشر، الارشر 8 يعني شيء جدا خرافي، سبيرمان اللي معهم رماح يعني 3، سكيرمشر 16، اللي معهم الاسهم هذا اللي هو النشاب او ما ادري ايش يسمونه 9، فهذا شيء جدا خرافي، شيء جدا خرافي. السرانيد اللي هم المسلمين معي 4، هذانا زي البودجارد اخذتهم من قلعه كذا، بس شكلهم زلايب من جد يعني، والله العظيم شكلهم زلايب. زبده نبي نكمل الحين. طبعا انا زي ما قلت لكم، ما ادري انا قلت لكم او لا، لكن يا عيال انا حاط عيني خلينا نكمبر لين ما يطلع الصبح، تكو هنيه لين ما طلع. طبعا انا حاط عيني على المكان هذا، انا نفسي اني ابدا، نفسي اني ابدا من المكان هذا يا عيال، اني ابني قلعه هنا او ابني مكان هنا شيء زي كذا، ثم يعني ابدا اسوي كون الدوله حقتي هنا او هنا. برضو هنا المكان جدا كويس يعني نوعا ما، يعني الزبده اني ابي ابدا من الجهه ذي، لكن ماني فاهم، ماني عارف، متلخبط الامانه، ما ادري وش اسوي. فوالله اني ما ادري، والله اني ما ادري يعني، والله اني ما ادري. او نبدا من هنا على سبيل المثال يعني، حتى لو نبدا من هنا شيء كويس نوعا ما، بس انه اخس ناس ضاله اللي هو الفيجر ساردوم او تساردوم او شيء زي كذا، هذا زي الهون، شعب الهون، بس يا انهم يستخدمون الاسهم، اولاد الذين يصيدونك لو على بعد كيلو زبده طفشوني. بس وهنا برضو اماكن يمدينا نبني دوله هنا، تصدقون برضو والله يمدينا نبني دوله هنا يعني الامانه، بس ماني عارف كيف. في ناس بنوا لهم قريه هنا، في شعب جديد باني لهم قريه هنا، لكن احنا وين يا ابوي وين وين وينك رايح؟ الله يهديك، وينك رايح؟ فوالله اني ما ادري يا عيال، انا زي ما قلتكم انا هدفي اني اساعد العرب وشي زي كذا، ولكني ما ادري. اي والله، والله اني ما ادري صراحه، متلخبط لاقصى حد، متلخبط لاقصى حد، وش نهجم عليه، وش نسوي، وش نفعل، هذه اشياء جدا نوعا ما متردد فيها. ولكن ودي اني اجي هنا، ودي احتل القلعه هذه اللي ناخذها من سويديا، ودي اخذها منهم وابدا اسوي لي جيش هنا. صحيح ان بتكون في مقاومة شرسة، ولكن لابد من المغامرة، لابد منها. عندهم جيوش قوية، احتمال يضبغوني حتى وانا داخل القرية. يبي لي اكثر من 100 كتيبة يعني بالعربي، عشان اقدر اخش القرية، عشان اقدر احاصل القلعة هذه واخذها منهم. عشان كذا خلينا نحاول نجند اكبر عدد ممكن من الكتايب. ودي اسرق المدن للامانه، ودي اسرقها، لكني نوعا ما متردد. طبعا في شيء غريب هنا صاير اللي هو الالوان تبع الكتابات، اول مره يصير هذا يعني صراحه، تحس ما له داعي. ستة وسبعين كتيبة يا اخي، كتابة هذه قوية مرة. طبعا نشوف كم عندنا كتيبة، عندي 54 54، ما يمدينا، لازم نطور سكلاتهم. كيف نطور سكلاتهم؟ هذه يبيلها صراحة يبغالها حروب، لازم نحارب او شيء كذا، لازم نخشنا في حروب او شيء كذا، في معركة، في 100 كتيبة.
طبعا شوف الانفنتري، والله اخلص اللي ما عندي وخلص الشيء. اوه شيت، خلينا نجلس شوي، لكن لازم نشتري شيء، لازم نروح نشتري. طبعا في مشكلة في الالوان عندي في المود، انا ما ادري شو وضع ذا المود، بس انه وضعه ما هو زين، وضعه ما يطمن ذا المود. في مشكلة عندي في الالوان وفي الاسماء. طبعا بنحاول نجلد ضالة حرامية. خلنا نروح نشتري من الماركت بليس، ونشتري لهم مويه، كلين ووتر، ديرتي ووتر، ديرتي ووتر، ديرتي ووتر، كلين ووتر مثلا. يلا نشتري لهم، يلا استمتع. هذا 4 بارتي. هذا ما راح يعطيني اي شيء. هذا بكم؟ هذا 136، والله غالي. ما عاد عندي فلوس، انا ما عاد عندي فلوس. يهو عندهم خبز، يعني احنا ما نبي الا ووتر بس. فان شاء الله هذه يكفيهم نوعا ما، اذا ما نزبط امورنا ان شاء الله، نقول ان شاء الله. ففي مشكله في الالوان زي ما قلت لكم. طبعا الحراميه هذولا يا اخي انهم مقرفين صدق، ما نبي احاربهم لانهم اقوياء الكلاب. بنحاول نشوف لنا شيء، او مثلا بنحاول خلونا ندخل مع المسلمين. انا ودي ادخل مع المسلمين، بيعطوني قلعه ويعطوني مدينه او شيء زي كذا. يعني لو نروحنا مثلا الملك ونخش معاه في حلف، احتمال يعطينا دولة مثلا، احتمال يعطينا قلعة او شيء زي كذا. فخلينا نروح المسلمين ونشوف، نشوف اللورد حقهم وش بيقول، ماذا اللي هو السلطان، نشوف وش بيقول. ماذا نشتري سبلاي منهم؟ ما عندهم الا خاتم ابو كلب، ما ادري خاتم ابليس ذا يا ولد. والله في قافلة يا الله، في قافلة. تعال 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 يا ابوي، والله ما اقدر افوت الفرصة، والله ما اقدر. والله ما اقدر. ايه بنسرقك يا ابوي، هيا ليش يعني؟ ما في الا جر، ما في الا جبص يعني. طبعا عندهم فرسان، انا بعطي الجنود امر انهم، بعطي الجنود امر انهم يهجمون على القافلة على طول. طبعا كروس بو ناخذ، طبعا كويس. طبعا زي ما قلت لكم عندهم فرسان، الفرسان ضل والله اني ما ادري وينهم، بس ان شاء الله ما يكونوا عددهم كثير او ما يكونوا مدرعين. ايوه اخر بالعالم يا كلب. يلا يلا اعطيه اعطيه. انزل من الفرس، انزل انزل. انزل انزل، اجلدوا الجيش عندي يا ولد، ملعين الوالد. اجلدوا الجيش عندي يا ولد. اوح يا ولد، يا ولد اجلدوا الجيش عندي، والله يا فرشوا الجيش فرش. وين يا ولد؟ سكيوتهم، سكيوتهم على طول. ول 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 اوح ب 2400، والله وايد. اول عرم الدرع يا ولد،
ولا عيول والله يا عندهم غنايم دروع أسلحة. بس خسرت جيش كثير يا ولد، والله خسرت جيش يا ولد. 35 لا كويس. فنتري عيال، هذا سعره، هذا سعره 2000 قبل شوي، هذا سعره 49 تو هيد ارمر. يلعن ام الدرع يا شيخ، يلعن ام الدرع. وين السيوف حقتهم؟ طبعا اكيد عندهم سيف شي كويس يا ولد. غريبة ما في ولا شي عندهم. والله يا ولد عندهم بلاوي يا ولد. اخذنا منهم، اخذنا كسبنا منهم. طبعا للأسف انا ما يمديني. هذه ب 176 نوعا ما. ما عندهم غنايم ذاك الزود يا عيال، ترى نوعا ما عندهم غنايم ذاك الزود، لكنه يعني افضل من لا شيء. هذا الجيش حقهم طلع، نحاول نهرب. ان شاء الله ما يقفطنا الجيش حقهم، لانه اذا قفطنا كارثة. طبعا خلينا نضبط الجيش عندي. ايوه الزبال هذا، اثنين ماتوا ناس منهم، هذا ما يمدينا نسوي شيء. دينا الرقية من سبيرمان سكيرمشر، اللي هو الفوتمان، لا الارشر، لا كروسبو. ايوه يلا الرقي ظل واحد بس. الارشر يا حرام، اما ماتوا الارشر كلهم يا ولد. هورس مان صاروا 3 هورس مان. الكروس بو نطورهم. فوت مان جفلي جف جفلين او شي زي كذا. يلا جفلين جفلين. هونتس مان نضبط منهم اللي نقدر عليه. طبعا انا نوعا ما الفلوس ما عندي فلوس. هذا مجند جديد. هذا طبعا ما عاد في شيء نقدر نسويه، ولكن يا عيال انه احنا بنحاول نشوف ان المهمة هذه وش هي. نحاول نروح للسلطان احمد اللي هو امير، طبعا امير المسلمين، بنحاول نروح له ونخليه يوظفنا عنده او شيء زي كذا. طبعا الدول هذه محروقة كلها. 25 25، هذا جيش جيش. يلا يلا عليه 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 عليه. هذا الجيش كامل، الجيش هذا يعني بنغنم منهم غنايم بشكل ما تصورونه. طيب نعطيه اي اوفر يو وين شانس تو سرندر. طيب طبعا هذه مغامرة. هذه مغامرة بس ان شاء الله ان احنا نغنم منهم دروع واشياء زي. طبعا خليني اول شيء اشوف هذا. بعطي الشباب امر انهم يهجمون. لا حلو حلو مات. قلتكم يا عيال بنغنم منهم غنايم. انزل انزل مخيل، انزل انزل. عطى يا ولد.
والله جا دق خشوم عيال. اه رب يا ابن الايه. يا رب يا ابن الايه. وين حصاني؟ وينه؟ وين حصاني؟ والله يجام حق خيل، تعفص الخيل حقي من كثر الضرب. والله يجي دق خشوم يا ولد، قلت لكم بنغنى منهم دروع. كفو 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 يا تيم حقي، والله تيم قادحين. كذا الدعس ولا بلاش؟ يلا يا ها. You are مار بريزنر ناو، ناخذهم سجناء. لا ناخذهم سجناء يا ابوي. يقول انا تحت رحمتك الحين. طيب ريلاكس ذيم تيك ذيم بريزنر. طبعا عصب مني، بنروح نبيعهم ولا نشوف المحل. طبعا انا خليني اشوف كم باقي عندي، والله اني اندبلت. طبعا خوذه، اخذنا خوذه جدا خرافيه، للاسف ما عندنا ناخذ شيء يا اخي. قبعات الله عجيب يا ولد، عجيبين الناس طالع صراحة، من جد عجيبين. طبعا اللبس هذا، اوه اللبس هذا جدا قوي يا ولد، 21 تو ارمر بادي يا ولد، ولا في لبس كويس. هذه الخوذة تعطيني 29 هيد ارمر. هذه ايش؟ اوه يا ولد والله اخذنا ذهب يا ولد، ما ادري ايش كسبنا، بس الزبدة انك كسبنا. بل حتى الروس دي يا ولد شوف، ويا عيال والله يا معنى بلاوي يا ولد. الرمح هذا ابو كلب، هذه ابو كلب كلها. طبعا حده هذا ما عاد نبيه يا عيال، اخذنا اخذنا منهم سجناء وهذا شيء خرافي. خلونا نشوف البارتي تبعي ونحاول نطورهم. طبعا هذا لا الغيهم ان شاء الله. سبيرمان تو سبيرمان سكير مشان ايه وش بنسوي؟ سبيرمان ما يمدينا نطور من سكير مشر، هورس مان يمدينا نطورهم، لا ما راح نطور. كروس بو تو كروس بو يلا نطورهم. هذا يقول لك، هذا يقول لك، هذا يقول لك. طبعا انا عندي 500 والتكلفة الاسبوعية 200. كويس 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 كويس، الحين صرنا جيش محترم يا عيال، صرنا جيش لنا هيبة، صرنا نمشي واحنا مرفوعين الرأس. صحيح انه احنا ضعيفين، لكن في شيء في، انا ما ادري وش هو يا عيال. والله في جيوش، المهم ان الجيوش هذه المسيح الصليبية تهاجم القلاع حقت المسلمين. خليني ابحث عن شيء، خلوني ابحث عن شيء. لوكيشن فيكيشن السورنايد، اميرهم سلطان احمد. اسمه سلطان عبد الحميد. سلطان عبد الحميد هذا وين حصله؟ يقول لك هي از لورد اوف ذا هاشالا اند جيروسلم او هيروسلم، ما ادري وش دي هاشالا، وين هي في هاشالا دي؟ هاشالا هاشالا هاشالا. طيب خلينا نبحث عن هاشالا، وين هي هاشالا؟ اح وات ذا فاك، طبعا انا بقول له ما فيه ايش اي كير الزبده هي اللي يا ولد. وين طلع لي ذا قوي ذا ولا وش وضعه؟ ما كم عدد الجنود وش سالفته؟ ما ادري عنه، طلع لي كذا ونشب لي يا ولد. احيه يا جنود، يلا يا جنودي ما في الا انكم تقومون. انزل 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 خير، انزل انزل انزل
ما ينفع لك كذا، انزل من الخيل عشان اجلدهم. كويس كويس. نجلد فيه، عطيت هيد شوت. شوف الكلب، شوف الكلب. يخرب بيت المحترم. انزل 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 انزل. يخرب بيته، ما نحسب انهم ماتوا. تعال يا ابن الذين، يلعن ابو شكلهم. يلعن ابو شكلهم. اضرب فيه يا ولد. يا ولاد الجزمة، لعن الله ابو من جابكم. اطرح الملعون، اطرح القواد، طرح القواد يا عيالك. هو يا رجال طحوه، لا يروح لا يروح لا يروح. طرح الكلب، خذها مني، خذها مني يا ابن الجزمة. يا ابن الكلب والله لعبوا فينا، الله يلعنه والله يا اللاعب غدا برتقالي من كثر الدم يا ولد. راح تقول كم انتظر عليه الشاني. يا كلاب يا ملعين الوالدين، ناخذ فلوس؟ لا، برستيج 28 برستيج ريلايس ذم. لا، نبي نقتلهم، اكسكيوت هم، تيك ذم بريزنر. يلا ناخذهم بريزنر، والله يا عندهم بلاوي يا ولد. طيب وش اعلى شيء؟ هذا الدروع غالية عندهم. 33 تبودي ارمر، 38 تبودي ارمر. اوه شيت والله يا عيال، صراحة انا نو كومنت يعني، لا معنى نو كومنت نو كومنت يعني. حتى في اشياء ما يمديني استخدمها، في اشياء ما يمديني استخدمها. سيوف 83 يعني، صار كل شيء عندي غالي يا ولد. هنا كل شيء عندي غالي، ما في الا الخبز هذا.
يلا نعطيهم الخبز وناخذ حاجة كويسة منها، حاجة ثمينة منهم طبعا. اح والله اللبس غالي يا ولدي، يلا ناخذ هذه بدلها طبعا. نطلع شي ما هو ثمين، شي ما هو ثمين. هذه 120، طلع هذه خبزة يابسة، ما ادري شو وضعهم هذا الخبز ده. هذه ب 600 ولي يا ولد، الله بصير تجار كذا غريعة. الله لا يوفقهم يا عيال، والله يا انهم جزروا فينا جزر، جزروا فينا جزر يا شيخ. خليني اخزر، خليني اسوي سيف، ونسوي سيف يا عيال عشان نكمل الحلقات الجاية طبعا. كذا 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 سوينا سيف، نشوفكم الحلقات الجاية في امان الله.